القبيدات ديالي. مساء النور ومساء الخير ومساء الربح والتيسير. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ صحيحتكم مزيان؟ واش تتعاودوا؟ اموركم هانيه؟ كل شيء بخير؟ كل شيء مزيان؟ نتمنى الكبيدات ديالي تكونوا في ظروف جيده وفي احوال جيده وفي صحه جيده. الله يرزقنا ويرزقكم الصحه والسلامه يا رب العرش العظيم. غبرت عليكم الكبيدات، راه 8 ايام هذه ولا 9 ايام ما درت حتى فيديو. راكم عارفين الكبيدات الراس عامر والراس مشطون، واش فهمتوا؟ راكم عارفين الكبيدات، راكم امهات وراكم حاسين. واخا بنادم الصراحه تيتقود حتى كيعيا وكيدير سميتها طاقه ايجابيه حتى كيعيا، ولكن كتجي واحد الوقيته صافي كيقول يا ربي تلطف يا ربي تلطف يا ربي تلطف، اقسم لك يا يمينه. دابا الكبيدات ديالي جيت نهضر لكم على واحد الموضوع. هذا الموضوع هذا كيهضروا فيه الناس بزاف في اللايفات، كيهضروا فيه الناس على الجد في اللايفات ياك، وعيطوا عليا في الخاص قالوا لي يا حريوده شنو الراي ديالك في هذا الموضوع هذا اللي كيهضروا فيه الناس، دخلي تفرجي منهم بادره، دخلي تفرجي شوفي شنو بان لك وشنو رايك في هذا الشيء هذا اللي تيقولوا الناس. انا الصراحه تنشكر بادر بعدا محين دار واحد المبادره زويونه وتيدخل بالخير، وكاع اللي كيدخل بالخير ربي سبحانه وتعالى كيجازيه، حيت ما عمر العبد اللي كيجازي، ما عمر العبد اللي كيجازي، الله سبحانه وتعالى اللي كيجازي العباد ديالو. اي واحد دار شي حاجه ربي سبحانه وتعالى اللي كيجازيه لا غير. وهذا الشيء اللي كاين بغيت نقول بادر خويا شكرا بعدا على 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 هاد المبادره ديالك اللي درتي ديال الصلح. وانا في رايي بصح نيس كاع داكشي اللي قال بدر كله في الصميم وكله كله على صواب. علاش؟ حيت انا سمعت كيقول زعما بانهم راهم بثلاثه معتقلين وراهم بثلاثه مسدودين عليهم الابواب، يعني الضرر اولا واكثر ضرر راهما هذه. لحقاش الحمد لله والشكر لله حنا كيف ما كان الحال رحنا الحمد لله على برا، كان نضيقوا كنخرجوا كيضربنا الهواء سيدي ربي، كنتنفسوا كنمشيو كنجلسوا في القهوه كنساو شي شويه كنمشيو لهنا كنمشيو لهنا. هما اللي بعد بين اربعه الحيوط الله يطلق سراحهم ويطلق سراح المسلمين يا رب العالمين. هذيك سميتو اللي دار بدر صراحه زوينه، قال بان على التنازلات بالاطراف كاملين، خصوصا التنازل ديال نزار وخصوصا التنازل ديال نادا. نادا تعطيه التنازل وهو يعطيها التنازل، حيت هما كلا الحالتين هما مضرورين بثلاثه، واش فهمتوا كبيدات ديالي؟ هما مضرورين في ثلاثه. انا اصلا ما تنبغيش نهضر في هذا الموضوع وما تنبغيش نوضح بزاف ديال الامور، حيت ما نقدرش الكبيدات نقدر نقول شي حاجه وتكون ماشي في الصالح ديالي اولا، هذه داكشي علاش الكبيدات داخله في راسي وكنقول اللي تيدير المخزن على راسنا وعلى عينينا، واش فهمتوا الكبيدات ديالي؟ ايوا المهم الكبيدات ديالي قلت لكم انا في النظر ديالي الصراحه كما قلت لكم انا موافقه بانه هو يعطي التنازل لبنتي. هذا الشيء كنقولوه غيكون المحامي اللي كيتكلفوا به، المحامي ديالنا نديروا ليه التنازل حنا وهو وغنقاليزيه وغنعطيو ليه المهم المحامي كيتكلفوه. لا لا ماشي حنا اللي غنديروا التنازل، حيت ديجا سولت قال لك هما معتقلين ما يمكنش باش يديروا هما التنازل، ولكن المحامي ديالنا مع المحامي ديالو هما اللي كيتكلفوا وهما اللي كيديروا التنازل وهما اللي كيكاشيو بداك الكاشي ديالهم، واش فهمتوا اخوتي؟ عاد عقلت. اما هما معتقلين ما عندهم كيفاش غيديروا التنازل، يعني المحامي ديالنا نقولوا ليه احنا موافقين بان ندير تنازل بنتي للسيد، والسيد عاوتاني المحامي ديالو يقول بان راه السيد متفق وهذا متفق وقابل باش يدير التنازل لنادا، وهي في كلا الحالتين في كلا الحالتين راه صالحهم بجوج، لحقاش كما قلت لكم راه هما اللي متضررين اكثر.
واخا حنا متضررين القلب ديالنا كيضرنا على ولادنا. انا بنتي كيضرني قلبي عليها، والسيده هي راه اكيد غيضرها قلبها على ولدها، والسيده الاخرى حتى هي غيضرها قلبها على ولدها، يعني اي واحد غيضر قلبه على ولاده ياك. ولكن راه العرضه اكثر عرضه اللي هما مأزمين، راه هما اللي لداخل، هما اللي في الحبس والله العظيم. حتى انا في النظر ديالي مدام سميتو بدر والسيد فاعل جمعاوي حتى هو دخل معاهم على الخط وقال لهم حتى انا زعما موافق يكون خير ويكون الصلح، تنقول لي الله يجازيك بخير من هنا. واللي دخل في الصلح واللي دخل في شي هضره زوينه في الصلح الله يسهل عليه. وهذه محنه ودايزه، راه شحال من واحد شاد ودوز الحبس ديالو وخرج في امان الله وحفظه وهذه وهذه. ولكن دابا انا الظروف ديالي كتختلف، لحقاش نادا مسكينه حامله وكتوحم، وراكم عارفين اخوتي راه حنا عيالات وحنا امهات، وكنعرفوا الوليدات ملي كيتوحموا مساكن ما عندهم جهد، ما عندهم صحه، ما عندهم حتى حاجه، عندهم غير الفم ماطي، هادشي اللي كاين. ومن هنا تنقول الله يصاوب والله يهديهم كاملين كاملين، الله يهديهم والله يفرج الكرب ديالهم كاملين ان شاء الله باذن الله. وكنتمناو يكون الصلح. لحقاش تواصلنا حمزه، كان تواصل مع الام ديال نزار، تواصل معها وطلع لي التليفون وقال لي ودي راه السيده راه هذا. صراحه هما هضروا مزيان، لا الام ديال نزار لا الاخ ديالو هضروا معايا مزيان، قالوا لي ودي اي مره كي كتعرفينا راه حكا نزار راه ما تيديرش بالكلام ديالنا وتيدير غير اللي في راسو هادي وهادي، وراه بصح نيت هذاكشي اللي راه حكا نزار راه ما تيديرش بالكلام ديالنا وتيدير غير اللي في راسو هادي وهادي، وراه بصح نيت هذاكشي اللي كاين. نزار ما تيسمع لا لخوه لا لمو، راه والله العظيم بصح نيت كيدير اللي تيقول ليه داك الطانطون ديالو الخاوي، حتى كيجيبو المهلكه. كون كان كيتسنت لوالديه قسما بالله ما عمره وقع في هاد المصائب هادو، ولكن ما كيتسنتش لوالديه. وهما قالوا لك ودي حتى حنا ما كرهناش يكون الصلح بيناتهم ويخرجوا، بارك علينا من هاد التماره وبارك علينا من هاد العذاب، راه هما راه كيجيو من اكادير حتى الخميسات، راه ما ساهلاش اخوتي اقسم لك يمينا ما ساهلاش، راه كيجيو بالليل ويصبحوا هنا ويصبحوا ويشدوا الليل ثاني ويصبحوا الصباح تما، راه الصراحه راه ما ساهلاش لاقصى درجه ما ساهلاش. ولهذا تنقول ان شاء الله باذن الله الى كتب الله وبغاو بعضياتهم يتسامحوا راهم غيتسامحوا غيديروا خير فيهم قبل ما يديروه فينا حنا. انا كنهضر على بنتي وكنهضر على نزار، راهما بجوج. انا تنقول لهم الا داروا هما التنازل بعضياتهم قبل ما يكون لينا حنا خير، راه ليهم هما خير اكثر منا حنا، خاطر هما اكثر تضرر لينا حنايا. ولا ما بغاوش يديروا التنازل، نزار ما بغاش يدير لها التنازل وهي ما بغاتش دير لها التنازل، كيبقى ليهم شغلهم هذاك وهما حرين في حياتهم ويدوزوا المده السجنيه باللي قسم الله تعالى. هادشي اللي كاين. كتعرفوا على ايمان اخوتي، كتعرفوا على حريده واحد الانسانه طاقه ايجابيه، وما عنديش مع المشاكل وما عنديش مع الصداع، ودائما دائما كنصبر راسي بنفسي، كنخرج لكم بلا فيديوهات، كنخرج بطاقه ايجابيه وبمراه الحمد لله ما نعطيكم السلبي وداكشي. منين كنت حسيت بالسلبي راه تقريبا 10 ايام هذه ولا 9 ايام ما حطيت حتى فيديو، علاش؟ لحقا صافي توحشت نادا وبقيت كنبكي على نادا، وبقات فيا بنتي بطبيعه الحال وصافي ضريت، صافي قلت ارتاح انا شي شويه وارتاحيت ومشيت لكازا، مشيت لبوزنيقه ومشيت للمحمديه، كندور غير كازا ولا ريجون ديالها، كنمشي كنفوج على قلبي، كنسارى شي شويه من هنا ومن هنا، تحسيت براسي ثاني وليت بخير الحمد لله والشكر لله، ولات عندي طاقه ايجابيه. عاد اخوتي درت لكم فيديو، لحقاش حتى شي واحد في الدنيا ما ناقصو مشاكل ما ناقصوهم باش نبقاو حنا كل نهار ندندنو على الناس بالمشاكل ديالنا وبالصداع ديالنا، راه اللي عند الناس كافيهم وزيدهم من اللي. ولهذا اخوتي تنشكر بدر، تنقول ليه شكرا على المبادره ديالك اللي درتي على ود التنازلات، هذه فكره زوينه وتا انا عجبتني، وتا الام ديال نزار والاخ ديال نزار عجبتهم الفكره وقالوا ليه اودي راه حنا ما كيسمعش لنا، دابا ان شاء الله الرحمن الرحيم غتمشي عندهم مرتو غدا للزياره. وقالت لك اختي حريوده راني غنهضر معاه غنقول ليه يا اما ديروا التنازل، نادا دير لك التنازل وانت دير ليها التنازل، ويدير الله ما دار
قالت ليه ما بغيتيش دير تنازل، بغيتي اخويا تبقى هنا في الحبس وداكشي. قال لك انا غنمشي بحالي، غنهز يدي وغنمشي بحالي، راه عندي ولادي حتى انا، وعندي ولادي كيقراو وعندي مسؤوليه تمايا. قلت ليها الله يسخر، راه هضرات معنا قبيله. قلت لها قبيله الله يسخر، بغاو يديروا التنازل بعضياتهم هما بجوج، الله يسهل عليهم. كنهضر على نزار وكنهضر حتى على بنتي في نفس الوقت، ما بغاوش يديروا التنازل بعضياتهم. هو ما بغاش حتى بنتي، راه ما غاتبغيش بطبيعه الحال الا ما دارش هو التنازل، صافي كيبقى شغلهم هذاك. واللي غيكتبوا ليهم الله على العقوبه السجنيه غيدوزوها، وهذا الشيء اللي عطى الله تعالى. وتنقول لكم اخوتي شكرا لكم على الكومنتار الزوينه ديالكم العسوله بحالكم، وانا دائما كنشوفها وكندير لكم قلوبه وكتعجبوني بزاف وكنحمق عليكم، وتنقول لكم شكرا وتحياتي لكم من ايمان حاسي. الموت عليكم كاع اللي كيبغينا هذا حاسي، كنحمق عليكم. ودعيوا مع اخوتي الله يسهل عليكم، دعيوا معاهم بالفرج. شكرا لكم بزاف بزاف.